تابعوا معنا مشاهدينا الكرام في هذه الأثناء على مقربة من مدينة القصر الكبير، الموكب الجنائزي المهيب ديال 19 ضحية ديال الخمور أو الكحول المهربة الفاسدة، اللي بعد قليل سيورى جثمانهم الثرى بأحد المقابر بمدينة القصر الكبير. لحظه قناه شوف الواقع تي في هو ان هاد الجثامين اللي كتشوفوا دابا 19 جثمان ديال ضحايا الخمور الفاسده كان على رؤساء الجماعات اللي وجهوا هاد الامر بهاد السيارات ديال نقل الاموات انهم يمشيو لنقد هاد الجثامين، انهم يوجهوا هاد السائقين ديال سيارات نقل الموتى، يوجهوهم ان هاد الجثامين يمشيو مباشره من مدينه طنجه من مستودع الاموات في طريق السيار اتجاه القصر الكبير 61 او 62 كيلومتر. الثمن ديال طريق السيار هي 21 درهم، يعني كان احسن بلا ما يبقاو هاد الجثامين كيدوروا من مدينه لمدينه، من طنجه اصيله من اصيله العريش القصر الكبير. كنظن بانه كان بالاحرى انهم يوجهوا هاد السائقين انهم يمشيو على طريق السيار ويؤديوا 23 درهم اللي تقدر الجماعه انها ترجعها لهم باش يبقاو يدوروا بهاد الجثامين هذه. كنظن بانها تحسب للعبقريه ديال رؤساء الجماعات ديالنا في التقشف والحفاظ على الميزانيه.
يعني نتمنوا انهم يحافظوا عليها في وسائل اخرى، في حاجات اخرى اللي كتكون الجامعه في غنى عنها، اما باش يبقاو الجتامين 19 جوجه ديال 19 المغربي كيدوروا من مدينه لمدينه باش الجامعه متخلصش 23 درهم. كنظن بان هذا شيء يجب اعاده النظر فيه مره اخرى، في فاجعه اخرى وفي حادث مؤلم بحال هذا ديال 19 جوجه ديال ضحايا الخمور الفاسده. نتمنوا بان الرساله توصل لرؤساء الجماعه مره اخرى، ما يتتاكبش مثل هذا الخطا اللي نقدروا نسميه خطا انساني اكثر من يكون مهني.